أحية النجمة نانسي عجرم حفل غنائي كبير وسط حضور هائل من جمهورها في دبي. كاميرا عربوت تواجدت ونقلت تفاصيل الحفل وتفاعل الجمهور. استعرضت نانسي عجرم على المسرح وسط هتافات جمهورها المتحمس جدا. بفستان أبيض قصير تألقت نانسي بعفويتها المعروفة عنها، وبدت عليها السعادة بعد إصدار ألبومها الأخير. لا أنتوا بتكون تحكوا لي عن الأصداء، لأنه أنا على طول بسمع منكم شو بيصير، بس أنا اللي عم يوصلني إنه كتير حابين الناس الألبوم، واللي بيميزه السنة إنه حابين الـ14 أغنية اللي فيه. نانسي حريصة في اختيارها للكليب القادم، خاصة بعد نجاح آخر كليباتها حسابيك اللي حقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب. عم حضر لكليبات تانية، بس أكيد بعد أسبوعين أو ثلاثة بعرف أي أغنية أكثر شي حابين الناس لحتى نصورها على طريقة الفيديو كليب. وبعد حفلة دبي نانسي تستعد لتور عالمي. رح أشارك بجرش السنة وبكارتاج إذا الله راد، وإلى جانب الحفلات اللي رح تصير بمصر وبعدة دول عربية وأوروبية. بعد رفضها لأكثر من عرض، هل تتراجع نانسي عن موقفها من التمثيل؟ بعد يعني كل مرة بيسألوني هذا السؤال وجوابي على طول بيكون واحد، إنه هلأ ما عندي وقت لتمثيل لأنه بعده مشروع يعني قيد الدرس مثل ما بيقولوا. واردة إنه منا مستحيلة، بس منا قريبة هلأ.